العريض اللي سمينا بالفرنسيه لي شومان دو ساكري، يعني الطرق الروحيه الا بغينا نترجمها بالعربيه، كنا قدمناها في باريس في 2017 في معهد العالم العربي. ودابا في اطار هذا معرض الكتاب قدمنا جبنا هذا المعرض هنايا، وهذا المعرض هو الخليط ما بين الفنون المعاصره وما بين مثلا كتب قديمه، ما بين اشياء مثلا الجلابه، السلهام، الحيك. وحاولنا يعني في هذا اطار هذا المعرض هذا نبينوا هذه الروحانيه ديال هذه المنطقه، ديال المنطقه الشرقيه، من يعني من الناظور حتى الفيقيك. واش نقدر نقول اخر، كاين واحد المجموعه ديال الفنانين من المغرب الشرقي، كاين واحد ثلاثه الاخوان من الناظور، كاين الاخوان من بركان، من وجده، من فيقيك. ان حاولنا يعني الفنان ديال المغرب الشرقي كاملين يكونوا يعني في هذا المعرض هذا. وشنو كاين اخرين نقدروا نتكلموا عليه في هذا المعرض هذا؟ بغينا احنا ناكدوا على القضيه ديال المساله الروحيه، ياك المساله الروحيه اللي ماشي هي دينيه، لان كاين حويجات مثلا اللي كانوا قبال الاسلام، ياك، ولكن هي مسائل روحانيه. حقيقة شغري غادي دي تيتوان، خرجت تيتوان ثم غادي غادي بلجيكا الفنون التشكيلية، غادي الدبلوم كذلك دار رسم وحدس، وشاف السيد خدمة يعني ذي التعليم. على كل المشاركة ينوى في معرض يعني الكتاب بالطبع غاس علاقة كل حرف، غاس علاقة كل كلمة، غاس علاقة كذا، فنسهم سجل اللوحة ذيس الحروف، الحروف نجل اللغة هي اللغة الرسمية الأولى بالنسبة للمغاربة بالطبع، يعني اللغه الرسميه الاولى بالنسبه للمغاربه يعني تاريخيا، ولكن الحمد لله راه تزودت مره اخرى على الوجود، حتى البنات الصغارات يوقع شي حاجه يعني مش سقان التاخر، ولكن نتمنى ان شاء الله اتراح غير بزاف. كفنان تشكيلي تساهم دائما، تحاول دائما ان هذا استعمال يعني تعبر عن طريق ثيفينا نعجزو هذا استذور يعني الامجاد الناس تقديمين. فكما مش نتوارى ذاني تاني ان هذي تاني اللوحة تعبر خل حقرة بين واحد الانسان خميتها في ذيك الزع دائما مش تشوف سنجتا مقران سوى ديتا مزيانت، يعني انه القران قد سنجي وعريا اي جنوع اللي حتى قاريت وغاصر خزع حتى نشين شي توقعنا شو المرة ثقافي فينا اقاذي جن ذي جن اللهجة توان السلمين توان المزن وان السلمين قان اللهجه عاود كذلك تيحوجا مني توان وسيدي توان قان تيحوجا كذا وارورين كذا واتريد، ولكن تي فينا توغا التاريخ ونحاول ان شاء الله شي نتحاول ان شاء الله باش هذا نهار الامجاد نسى تدور التاريخ مره اخرى يعني غنتالف زايس نسوى زي التلفزيون ذي الطب ذي الهندسه في جميع الميادين ان شاء الله. اذا فيما يتعلق هذا المعرض، المعرض اعطيت له الاسم الاتي وهو مسالك الصندل، الصندل باعتبارها تعطي رائحة طيبة، ويتكون من قسمين رئيسيين. القسم الأول هو النصوص التاريخية، هذه النصوص التاريخية ولو أن عددها يقارب 20 ولكن البحث فيها تطلب ما يقارب 20 سنة، لأن البحث التاريخي يتطلب صبرا جميلا. إذا الهدف من هذا القسم الأول الخاص بالنصوص التاريخية هي بالمناسبة نصوص تاريخية وجغرافية مغربية وأندلسية فرنسية قديمة، من باب أنني أدعو إلى التصرح مع الذاكرة الجماعية، لأننا عندما نتحدث عن مدينة وجدة، مدينة وجدة لها صورة نمطية، إذا من خلال هذا المعرض الناس يتصالحون مع ذاكرتهم ويقفون على الصورة الحقيقية وهي صورة جميلة لمدينة وجدة. وعندما نوعت المصادر هي مصادر مغربية أو أندلسية أو حتى فرنسية، ولكن يمكن القول بأن ما يميزها ويضمن لنا القمة فيها هي ما يتعلق بالبعد الصوفي لمدينة وجدة. مثلا هناك نص للشيخ محي الدين بن عارفي من أشهر أعلام التصوف في القرن السابع الهجري، القرن الثالث عشر ميلادي. هناك سيدي العربي السايح، هناك سيدي أحمد التيجاني عندما مر من مدينة وجدة. فكأنني من خلال كل نص في حقيقة هذا هو المراد من هذا المعرض. المعرض عندما يزوره الإنسان يجب أن يقرأ ما ورد ما النصوص. إذا كل نص
يحكي لنا ذاكرة الخصبة لمدينة توجة، وبإمكانه أن يلمس عن قرب فيقول هناك عبقرية الزمان وعبقرية المكان. ولكن على أساس أن ما يمكن استنباطه من هذا المعرض الخاص بالنصوص هو أن الماضي هو قضية الحاضر والمستقبل. طبعا احدهم يقول استاذ بدر هناك نص يعود الى محي الدين بن عرابي ما لنا وللماضي، ولكن اقول لا يمكنك ان تبني الحاضر بدون المستقبل، ولا يمكنك ان تستشرف المستقبل بدون الحاضر وبدون المستقبل. فكانني ادعو من خلال هذه التجربه، وهي بالمناسبه تجربه رائده قدمتها في باريس، لا يمكنك ان تتصور الصدى الطيب الذي وخاصه نص محي الدين بن عرابي. اذا إذا كانت الذاكرة مكونا رئيسا من مكونات الهوية، إذا تصالحنا مع ذاكرتنا نعرف الإجابات إذا وضعنا السؤالات من نحن؟ نحن هذه الذاكرة الخاصة. ثم هناك موازاة مع هذا المعرض الخاص بالنصوص، هناك مخطوطات. المخطوطات هي روح الأمة، هي روحنا نحن المغاربة. يمكنني أن أعطيك على سبيل المثال الحصر نموذجين، هناك مخطوط أعرضه خاص بالشيخ ملء العينين. ما علاقة الشيخ ملء العينين بمدينة توجة؟ العلاقة هو أنه ابتداء من 1894 كانت هناك رحلات من وجدة إلى السمارة، بل أكثر من ذلك أحد علماء مدينة توجة ذهب إلى السمارة وتخرج على الشيخ ملء العينين وأذن له ببناء زاوية الشيخ ملء العينين التي لا تزال لحد الآن. إذا أن نجد هذا مخطوط يعكس الثقافة الصحراوية للمغاربة. ثم هناك نموذج آخر أختم به، وهو نموذج فريد، وهو يعود إلى أواخر القرن 19، مصحف للقرآن الكريم كتبته امرأة من نواحي مدينة توجة. إذا أقول بأننا عندما نتحدث عن المعرفة وعلاقة المعرفة بالثقافة من خلال هذا المعرض ننتقل بالمعرفة إلى الثقافة. شكرا لكم. بالنسبة لهذا الظروف ديال هذا العرض هذا الجماعي وهذا المعرض الجماعي هذا، كانت حول واحد التيمة ديال لي شومان دو ساكري، يعني السبل المقدسه الا بغينا نقولوا الجانب الروحاني في جميع الثقافات. المساهمه ديالي كانت بهذا المجسم اللي كتشوفوا مورايا هنايا، مشيت مباشره للتعبير على هذا الموضوع هذا للشخص، يعني لو بيرسوناج لا سور دو سكولتور انستالاسيون اللي وضعتها في واحد ان اسباس سفيريك، واحد الفضاء شبه كروي اللي يقدر يذكرنا بالارض، يذكرنا بالرحيم وما الى ذلك، وبالاضافه الى الوضعيه ديالو اللي هي وضعيه مهمه داخله في الثقافه ديالنا، الثقافه ديالنا الروحيه والدينيه. بطبيعه الحال في هذه الوضعيه هذه فهي وضعيه ديال التعبد، ديال كذلك ديال المخاطبه ديال الذات، وديال كذلك رفع الدعوات الى بغينا نقولوا للخالق ديالنا. فهمنا عندنا. وبالنسبه للون اللي اختاريته، اختاريت الابيض فهو لون يعني اللي هو محايد كما كتعرفوا، ما كاينش تاثير ديال الالوان اللي نقدروا تقدر تدخلنا مثلا اخرى ديال التاويلات. اختارينا يعني واحد الفضاء ابيض في البيض. كذلك هذه الوضعيه ديال الدوران ديالو فهي كذلك مقصوده، لان كتذكرنا كذلك بديك الحركه ديال الدراويش، الدراويش اللي هما الاصل ديالهم اصل ديال الصوفيه. بطبيعه الحال كما تشوف واحد الفرقه من الفرق الصوفيه اللي عندهم تقريبا عندهم نفس التوجه، عندهم نفس بغينا نقولوا هما اصحاب الدرب ديال هذا الموضوع ديال الجانب الروحاني وديال التعبد. بالنسبه ليا كانت يعني العمل الوحيد اللي درته هنايا نظرا للمشاركه ديال عده فنانين، وكان هناك مخطوطات قيمه كما كتشوفوا الجميع. فنهارات شارك غدانيتا ديال المعرضة يتكنت على هامش المعرض المغاربي للكتاب. نسيد نتاوي ديجا المعرض جماعي توغان كيتا الزغات 2017 نكيت دي فرنسا دي معهد العالم العربي اللي معهد العالم العربي زي السنين يخشى يجن الاشعاع المغربه من كمار المنطقه الشرقيه الى اخره، ينشين كفنانون ننتمي للمنطقه والى ذندنت النغ بطبيعه الحال اللي هي النظار. تقدم غدا يجن انستالاسيون يجن الارساء فنيه يجن
نموذج فني معاصر ذا جديد، يعني خاص الإقبال حاليا، لحقاش نتا يتناول يعني الطاسن القضايا ويتغيم بو الفن جامد فقط، بل يتحاذى أو يلمس يعني مرة التناقضات الجان ذي المجتمع الحالي. من فمثلا حاليا السجاد غيجن الإرساء دي الهجرة، دي الموضوع عن الهجرة اللي هو يجن الموضوع يعني معاصر، فتيريجن الإرساء شنو ثاني تنتوارى ثاني تا، ولكن تمغار وتعالج الموضوع يعني ذي الصميم. ما يمي الإرساء تكوض التصغي ذان وتغيم بول فن اللوحة ذي الرواق أو ويناث، بل تغير تغيم يجن العمل ثلاثي الأبعاد، ممكن خاص ندار، ممكن الماس، ممكن ذير ذيس أصوات، ممكن ذير ذيس فيديو، ممكن إذا يعني نقار يعني يك يعني يك الاتجاه الفني جان حاليا دي الساحة العالمية. فنسد المعرضة قناة لو ساكري يعني المقدس، مقدس قد غيوذا مارا نشين دي المغرب غان غطاس المقدس، خاصة مزيغن غاصنا الطاس المقدس دي التراث الناغ إلى آخره. فن مارا وراء إفريقيا نويد الجذور زي إفريقيا شمال إفريقيا غاصن كرموز نشين نتق الإحياء الرموزة عبرا وتجيب مش نتوغا أو مزوار، ولكن يعني ذي عمل فني معاصر، يمكن ذي راح غا المتحف، يمكن الزانيودان، إذا يتيري غاسي جن تأثير مباشر ذي الساحة، يعني يتغير ذي الساحة ذي ثموات ذي قويناث. يعني من هنا يتيري الدور الفنان يجن الدور محوري ذي التنميه والتنميه يعني البشريه بصفه عامه، التنميه بنادم يتخص هذه الماز كيخ هذه الما ذوق الناس، هذه السن مش غي يتعامل لك المحيط، هذه السن الطاس انت مسرعين، لان زي سانيتان نتوارى الفن غاسي جن الدور يعني تربوي دم قران.